سأولي اهتماما خاصا للعنصر البشري في الشركة بالاعتماد على عنصر الخبرة والكفاءة والتميز. ثانية التحديات، رهان الارتقاء بمؤسساتنا الوطنية سوناتراك من الريادة الوطنية إلى الامتياز محليا، ولما لا الريادة عالميا، وأن تصبح سوناتراك مرجعا دوليا في مجال المحروقات، وأن نلتزم مع بعضنا كي نرتقي بالدور الاقتصادي القيادي لمؤسساتنا من خلال المساهمة بمواردها ومواهبها في خلق القيمة المضافة وبناء اقتصاد التنويع. إن قانون المحروقات الجديد يوفر لنا إطارا قانونيا وتنظيميا مستقرا واضحا وسلسا وشفافا، بما سيمكننا بإذن الله من تثمين رصيدنا التاريخي في مجال الشراكة المربحة التي حققت من خلالها سوناتراك نتائج إيجابية في نشاطات المنبع والمصب، والارتقاء بهذه الشراكة إلى مستويات جديدة مربحة لنا تتسم بالتنويع في الشركاء وأنماط التعاقد والتنويع في نشاطات وأنماط تمويل عملياتها.